حدثنا ابن سلام اخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن انس رضي الله عنه قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وكانت انفكت قدمه فجلس في عليه له فجاء عمر فقال اطلقت نساءك قال لا ولكني اليت منهن شهرا فمكث تسعا وعشرين ثم نزل فدخل على نسائه